الدور الاكبر والعبء الاكبر بقى عليكم. لازم تفكر قوي مين الناس اللي انت هتختارها، لازم تكون واثق فيهم جدا، لازم تشوف منهم فعل محسوس وملموس وما كانش يحس بيك ومشاكلك، اوعى تدوله صوتك ابدا. صدقوني انا لو لقيت ناس كويسه في دايرتنا محترمين، انا يعني شايف الناس واثقه فيهم، مش انا اللي واثق فيهم، انتوا تكونوا واثقين فيهم وشايف ان هم بيعملوا حاجه، انا اول واحد هكون واقف في ظهرهم ولازم ادعمهم ولازم اقف جنبهم جدا، لان انا هبقى متوسم فيهم الخير وشايف ان هم دول متواصلين مع الناس وبيحبوا الناس. مفيش كرسي هيدوم لحد، مفيش مكان هيدوم لحد، لكن انتوا محتاجين حد فعلا الفتره اللي جايه دي يحس بيكوا قوي قوي، لان انا اكتر واحد بيجي لي كم مشاكل. انا لو طلعت لو يعني مكتبي او جبت لكم، انا لو جبت هنا الملفات او المشاكل اللي عندي، انتوا ممكن تقولوا ان انا بستعرض وبعمل عرض وشو وكلام، انا مش عايز اجيبه خالص والله، لكن كم لا يتحمله بشر. طب هل انا سعيد بكده؟ والله سعيد، واكون اسعد لما حاجه بتتحل. وانا زي ما قلت لكم وعدتكم في اول شهر رمضان، انا هنا مش بشتغل لوحدي، انا زي ما ولائي وانتمائي ليكم، لان كنتوا اهلي ليكوا حقوق عليا، اللي في ايدي اديته لكم، اللي املكه بعمله لكم، سواء في جهدي او مالي او برنامج، يعني اللي بقدر عليه كله بعمله لكم، ولله الحمد انا مرتاح ان انتوا اتحطيتوا على الخريطه الاعلاميه الصحيحه بالنسبه للدوله والحكومه. انا كده مطمئن وحاسس ان انا برضو عملت رساله ولو بسيطه، ولكن انا هنا زي ما انا ليا ولاء ليكم وانتماء ليكم وحبي ليكم، انا معايا برضو فريق العمل اللي بيتعب في البرنامج ده وبيشقى فيه كتير قوي وبيسهر الليالي لغاية ما الحاجة بتيجي تتصور من عندكم من هناك، لغاية ما بتيجي تطلع وتوصل للمسؤولين ويبقى فيها استجابة. في ناس كتير بتتعب في الموضوع ده، بس ناس مؤمنة بالرسالة وناس مؤمنة بهدف وحاسة إن هي بتعمل عمل وطني. أنا بشكرهم بالنيابة عنكم، ولكن أنا قلت أول شهر رمضان إن أنا لازم أشكرهم وتشوفوهم قدامكم وتعرفوا مين الفريق العمل اللي شغال اللي بيتعب عشانكم، لأن أنا هنا فرد منهم، من غيرهم انا ما اقدرش اعمل لكم كل اللي انتوا بتشوفوه صدقوني. فاحنا هنشوف فريق العمل بتاع برنامج نبض البلد وهنقول لهم كل سنه وانتم طيبين بالنيابه عنكم، لان هم برضو حاسين من كتر حب فيكم، هم بيحسوا ان هم منكم وبيحبوكم زي بالظبط والله. فاحنا هنشوفهم معانا دلوقتي، وإن شاء الله بإذن الله هيكون أول لقاء لنا بعد عيد الفطر المبارك. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير، وربنا يعود عليكم بكل خير. محمد عبد المنعم المسؤول المالي الكبير، اللي كل شغلته يقعد يقول لنا فلوس 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 فلوس. مهندس وليد أبو زياد صاحب الصوت طبعا، اللي يعني الصوت المتميز والفريد في كل فضائيات مصر، ده اللي بتحدى بيه كل فضائيات مصر، وصاحب فضل في تأسيس هذه القناة بعد ربنا سبحانه وتعالى. أحمد جلال أستاذنا العظيم وأكتر واحد ملتزم عندنا في البلاي أوت، بنضرب بيه المثل عندنا للجميع في النظام والالتزام. محسن حبيبنا الإضاءة بقى وإيه والشغل الجميل، صورة طلعت وحشة بقى المسؤول عنها بقى. أحمد راشد المونتير اللي بيجي له الشغل بتاع التقرير كامله، الراجل ده بيسهر ممكن باليوم والاثنين مطبق على طول عشان يحاول بقدر الامكان انه يطلع التقارير بتاعتكم عشان يشوفها الساده المسؤولين، بيسهر وبيتعب. رمضان كل سنه وانتم طيب الصحه والسلامه. ده فني الديكور اللي طبعا بيطلعنا بالشكل الجميل اللي انتم بتشوفوه ده. لما نعرفكم واحده واحده كده، ايه الناس اصحاب الفضل بعد ربنا في ظهور البرنامج. محمود رمضان هو المعد بتاع البرنامج، هو اللي بيفرغ التقارير اللي بتيجي من عندكم، هو اللي بيظبط كل حاجه، هو اللي بيتواصل مع الساده المسؤولين في كل المجالات اللي انتوا بتبعتوها لنا، سواء كهرباء سواء ري سواء اي حاجه، هو اللي بيتواصل فيها استاذ محمود رمضان. احمد بكري حبيبنا نفس النظام بالظبط، الاثنين بيسهروا كده في المونتاج، بيقعدوا اكتر من يوم واتنين ويقعدوا مطبقين مع بعض على اساس ان هم ينجزوا التقارير، لان طبعا بيبقى عندهم برضو برامج تانية كتير، ولكن بيحاولوا بقدر الامكان ان هم ينجزوا نبض البلد بسرعه، لان بيبقوا عارفين ان في ناس كتير قوي مستنيه مشاكلها تتحل. استاذ محمد سعيد
طبعا الاداريات والعمليه التنظيميه الكامله في القناه صراحه متحمل عبء كبير في القناه، ربنا يحفظه، بس هم شباب بقى ايه لازم يتحملوا. محي حبيبنا طريف. على فكره الجماعه دول كلهم ابناء سارقت الصغرى، فينا سارقت الصغرى كتير قوي. المهندس العظيم ايمن طبعا بقى شغل الفنيات والحاجات الحساسه في القناه طبعا ده تخصص ايمن. اللي ورا الكاميرا هناك انتوا مش شايفينه، ده انتوا تعرفوه يمكن اكتر مني انا شويه، ده عبد الله. تعال عبد الله، عبد الله معروف هناك اكتر مني طبعا. انتوا عارفين ده بقى يعني كل التقارير اللي جت من يوم انشاء القناه، عبد الله الحقيقه كان طبعا صاحب فضل بعد ربنا في ان هو كان فعلا والله كان بيتعب يعني وجهد كبير جدا. احيانا كان بيجي عليه وقت من الاوقات ايام المسيرات بتاعه دعم الرئيس كان بيعمل بالسبع مسيرات في يوم واحد. متخيلين ان واحد يشتغل كل مسيره ما تقعد لها ساعتين ثلاثه، يعني بيبدا من الصبح يخلص بالليل، لا كل ولا شرب ولا عمل وتعب ومجهود، ومضطر ان يجي تاني يوم برضو عنده نفس الشغل ونفس الوقت، فكان جهد كبير عليه، لكن برضو كان حاسس انه بيقدم رساله عشانكم. المجموعه اللي شايفينها دي كلها هي المجموعه اللي معايا بتعاوني. انا فرد منهم. من غير دول، من غير الناس اللي انتم شايفينهم دول، انا ما اقدرش اعمل اي حاجه خالص. فهو رساله وهدف ليا وليهم كلهم. كل سنه وانتم طيبين وربنا عاد عليكم بالخير، وان شاء الله هيواصلوا معاكم الفتره اللي جايه بعد العيد ان شاء الله. طبعا في ناس كتير موجوده ما ينفعش تظهر خالص دلوقتي لانها طبعا شغاله في ايه في بعض الاماكن الحساسه اللي ما ينفعش ان هم يكونوا معانا هنا دلوقتي عشان تقدروا تشوفونا على الهواء. كل سنه وحضراتكم طيبين ونلقاكم على خير خالص. تحياتي والسلام عليكم. احلى بلد بلدي اشجع ولد ولدي، احلى بلد بلدي اشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، والاسم يا حلالي ساعتنا قول يا مصر. احلى بلد بلدي اشجع ولد ولدي، احلى بلد بلدي اشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري.